هي المخطوبة مش جائز؟ طب المخطوبة دي مش أجنبية في الأصل؟ أجنبية في الأصل، فإذا كان حراما لذاته لا يستقيم هذا الكلام، لا يستقيم، مش زي الزنا. ها؟ لو كان حراما لذاته ما أبيح النظر أصلا، ولا تكون هناك علة أن ينظر المرء. فإذا أراد المرء أن يخطب امرأة يوم يحل له أن ينظر إليها. عشان كده العلماء بيقول لك إيه، ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، قاعدة يعني، ما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. طب واحد راح يخطب واحدة، من مصلحته يبص لها ولا لا؟ عشان ما يطلعش تاني يوم يقول لك لا انا ما مش دي اللي انا شفتها، او انا كنت عايز واحده عينيها عينين بقر وشعرها شعر اللي مش عارف ايه والكلام ده. لا، وحديث المغيرة بن شعبة لما خطب امرأة من الانصار وذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، احرى ان يؤدم اي احرى ان يدوم الود بينكما. وفي اللفظ الآخر قال له انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، وفي رواية ثالثة الشيئا دي صغر العين، فإن في أعين الأنصار صغرا. تبص ليه العين ضيقة كده زي الجنس المغولي كده، واخد بالك ازاي؟ يا تلاقي زي الجماعة اليابانيين والبتاعة العين عاملة كده، فيقوم ما يعجبكش. ليه؟ لأن بهاء العين كله في الوجه، فكل ما العين تبقى واسعة يبقى كويس. مش نساء أهل الجنة ربنا لما وصفهم قال إيه؟ مش قال حور عين؟ ها؟ حور عين يعني شدة سواد في شدة بياض. وده طبعا يرد على الجماعة اللي هم اللي يقول لك العيون الخضر